السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك. معنا عبر الاتصال الأستاذ الصحفي باسل المحمد للحديث عن موضوع الإسلاموفوبيا في الغرب. يسعد صباحك أستاذ باسل. صباح الخير أخي أحمد، إلى كل جميع السادة المستمعين لإذاعة مسك FM. حياكم الله أستاذ باسل. منذ أن بدأت الحرب على غزة، الإعلام الغربي حاول أن يصدر رواية واحدة لهذه الأحداث، خاصة في الأيام الأولى قبل أن تصبح الصورة يعني أوضح من أن يتمكن أي إعلام من تغطيتها، موضوع القتل والاغتصاب ورؤوس الأطفال المقطعة وكل هذه الروايات الكاذبة. هذا الضخ الإعلامي الكبير إلى أي مدى قد أدى أيضا إلى تصاعد فكرة الإسلاموفوبيا باعتبار أن هؤلاء قتلة ومتوحشون ويعني قطعوا رؤوس أطفال وغير ذلك، كل هذه الإدعاءات الكاذبة إلى أي مدى عززت لا سيما في المرحلة الأولى فكرة الإسلاموفوبيا في الغرب؟ بداية أخي أحمد، أنت حديثنا بالترحم على شهدائنا في غزة وفي فلسطين المحتلة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والنصر إن شاء الله المؤزر للمقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها. أخي أحمد، بداية يجب أن نؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عملية طوفان الأقصى حاول ضخ الملايين خاصة على منصة إكس لتسويق دعايته التي تصور ما جرى على أنه أعمال شبيهة بما تقوم به التنظيمات الإرهابية. يعني كما قلنا، هو حاول أن يقدم حماس بصورة داعش، وهذا ما ظهر في بداية في الأسبوع الأول من عملية طوفان الأقصى، عندما رأينا أن الغرب، طبعا لا نتحدث عن الجانب السياسي الغربي لأن الجانب السياسي هو متماهي حتى الآن مع الرواية الإسرائيلية، ولكن نتحدث عن الشعوب في العالم الغربي. يعني في بداية عملية طوفان الأقصى كان هناك يعني كانت الرواية الإسرائيلية بصراحة هي المسيطرة، لذلك لم نشهد تعاطفا أو لم نشهد كما يقال، يعني الصورة لم تكن واضحة لديهم. لذلك يعني مشت هذه الرواية الإسرائيلية في الأسبوع الأول كان لها وقع على السياسيين من جهة، كما قلنا هؤلاء الذين لم يغيروا آرائهم حتى الآن، وعلى الشعب الذي لم يخرج بمسيرات إلا بعد أسبوع من عملية طوفان الأقصى. يعني في الأسبوع الأول كان وقع هذا الإعلام الموجه الإسرائيلي كان له وقعا شديدا. وطبعا نذكر أنه أحد التقارير أفادت بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي صرفت ما يعادل 2 مليون دولار على الدعاية الإعلامية في الأسبوع الأول من عملية طوفان الأقصى. يعني لنا أن نتخيل كما ذكرت حجم هذا الضخ الإعلامي والميزانيات الهائلة التي ينفقها الاحتلال الإسرائيلي، مع ذلك الإعلام البديل تطور الأحداث قد استطاع أن يكسر ذلك. لكن بالمقابل أظن دائما يعني هناك طرفان، هناك مئات الآلاف التي تخرج في الغرب أسبوعيا خاصة أيام السبت والأحد تتظاهر دعما لفلسطين، في حين لم نجد، لكن بالمقابل أيضا هناك يعني زيادة في التطرف الذي يحدث. ماذا تقول عن هذا؟ يعني وأنت قد يعني ذكرت في مقالة لك عن استهداف المساجد تحديدا في ألمانيا. طبعا للأسف أخي أحمد، السنوات الأخيرة شهدت زيادة في العنصرية وكراهية الإسلام في أوروبا عموما وفي ألمانيا بشكل خاص. طبعا تغذي هذه الدعاية هي جماعة يعني الأحزاب اليمينية المتطرفة كما مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، وعدة أحزاب متطرفة حتى في الدنمارك وهولندا التي كانت تعد من الدول التي تنعدم فيها هذه المسائل. طبعا هذه الجماعات حاولت استغلال أزمة اللاجئين وحاولت استخدام يعني أو تجهير مثلا ما تقوم به المقاومة الإسلامية في فلسطين وما غير ذلك لبث الرعب في نفوس المجتمع الأوروبي ولتصوير ولنشر دعاية الإسلاموفوبيا ولصق تهمة الإسلام الإرهاب بالإسلام. نعم، وهذا يعني وللأسف أننا في الآونة الأخيرة أصبحنا نجد أن هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة التي لم يكن لها حظا في السياسة من قبل أصبحت يعني تستلم مناصب مرموقة. يعني إحنا الآن نتكلم عن حزب اليمين المتطرف الألماني الذي الآن أصبح ثاني كتلة في البرلمان الألماني،
وزيادة على يعني ذلك أستاذ باسل، يعني كما ذكرت أن يصل، يعني وجود متطرفين هذا أمر موجود في كل البلاد، لكن أن يصل يعني كما حدث هنا في الانتخابات، كان هناك حزب شديد التطرف لكنه لم يحصل على أي مقعد، هذا يعطيك مؤشر نعم أن الناس لم يعني نعم تستجب، أن مشاعر الناس وإن كان هناك مثلا بعض العنصرية نعم لكنها لم تستجب، لكن أن طبعا يخرج ويصل إلى البرلمان، هذا أيضا نعم ما شاهدناه في هولندا، أيضا هناك متطرف نعم أصبح في رئاسة يعني الوزراء أظن، يعني ألا الآن إلى أنا ماذا يشير؟ نعم دعني أكمل. الآن الحزب اليمين المتطرف الآن استلم رئاسة بلدية ولاية تورينج الألمانية، وهذا أنا كما ذكرت في التحقيق الصحفي الذي عملته لموقع تي آر تي، ما أكد عليه رئيس هيئة علماء والدعاة في ألمانيا الدكتور طه عامر، الذي قال أن هذا الأمر يعني أن هناك نسبة كبيرة من الشعب تؤيد هذا البرنامج اليمين المتطرف الذي يقوم بالأساس، هذا اليمين المتطرف الذي يقوم بالأساس على معاداة الأجانب بشكل عام والمسلمين والعرب منهم بشكل خاص، وهذا قد يؤدي أصلا إلى شحن كبير ضد الإسلام والمسلمين، وهذا ما تجلى بوجود عصابات تقوم بالاعتداء على المساجد والمراكز الإسلامية. يعني في عام 2023 في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من هذا العام شهدت ألمانيا 124 اعتداء على المسلمين، منها 81 اعتداء على المساجد، وهذا مؤشر خطير على تنامي الإسلاموفوبيا والتطرف في أوروبا عموما. من المسؤول الأول أستاذ باسل عن هذا، عن الإسلاموفوبيا، عن هذه الكراهية التي تنتشر وما تصل إليه، إلى ليس لا تقف عند حد الشعور، إنما هي تصل إلى مستوى الاعتداءات على المساجد والمسلمين؟ يعني هناك بالحقيقة عدة عوامل تتضافر وتؤدي إلى انتشار هذا النمط أو هذا النمط من التفكير المتطرف، منها بالأول هو الإعلام. نحن نعرف أن شركات كبيرة إعلامية كبيرة ومواقع إعلامية وصحف عالمية كبيرة يسيطر عليها اللوبي الصهيوني، وهذا الذي يدفع الملايين من أجل تشويه الإسلام ومن أجل تسويق دعايته. يعني الإعلام هو المغذي الأساسي للتطرف والإسلاموفوبيا. أيضا هناك كما نقول السياسيين والأحزاب اليمينية التي تحاول اللعب على وتر اللاجئين أو على وتر الإسلاموفوبيا من أجل الوصول إلى مكاسب سياسية. يعني الآن هناك في أوروبا أصبح أعداد العرب واللاجئين المسلمين بشكل عام أعداد كبيرة، فحتى تضمن هذه الأحزاب وسيلة أو طريقة للوصول إلى البرلمان أو الوصول إلى برامج حزبية إلى مناصب سياسية، كان لابد لها من نهاية من وجود شماعة أو وجود وسيلة للوصول. لكن أعود وأكد أن الإعلام الممول من الصهيونية أو اللوبي الإسرائيلي الصهيوني عفوا هو المسؤول بالأول عن أسباب الإسلاموفوبيا. يعني يعني إذا وهذا ما صرف عليه، وهذا ما يعني ما أكدته عدة تقارير أثبتت بأن هناك يعني شركات ويتم صرف الملايين حتى الآن، يعني ليس فقط على الصحف والمجلات، أظن أن هذا الأمر أصبح يعني من الزمن القديم، الآن يتم صرف على منصات وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر إكس يعني أو فيسبوك، وهذه التي تلقى رواجا بين الشباب، وهذا ما يؤثر مستقبلا على خطورة الوضع في أوروبا. يعني كما ذكرت أستاذ باسل، يعني تواردت التقارير عن محاولات شراء ذمم كما إن صحت التسمية المشهورين على السوشيال، الناشطين نعم على نعم السوشيال ميديا فقط لكي نعم يؤيدوا الرواية الإسرائيلية مقابل دفع نقود. نعم، ونحن نعرف أن يعني صاحب منصة إكس يعني كيف تم الهجوم عليه يعني من قبل يعني شركات يهودية كبيرة ورؤوس أموال وسياسيين في إسرائيل، لأنه أظهر بعض التعاطف، يعني بعض التعاطف نقول ليس كل التعاطف، بعض التعاطف مع غزة وأطفال غزة وأجبروها على زيارة إسرائيل. يعني نعم يعني نعم هذا يعني وتمت مقاطعة واضح يعني منصة إكس في الإعلانات من قبل كثير من الشركات المرتبطة نعم بإسرائيل. أستاذ، يعني أريد أن أضيف أيضا نقطة مهمة جدا كما ذكرت إلى الإعلام، وهو غياب القوانين الرادعة، يعني عندما يقوم يعني يتم إطلاق النار على 3 فلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية ويكون ردة الفعل فقط أن الرئيس بايدن مصدوم مما حدث دون أي يعني إجراء ذلك، نعم من أين تأتي مشكلة الصدمة وأنتم من تروجون إلى أن هؤلاء وحوش بشرية؟
نعم، المشكلة دائما يعني في الإعلام الغربي، عندما تقع يعمل هذا الإعلام على تصويرها يعني بأن يعني ما جرى هو حادث فردي، وما جرى هو قد يكون من قام به مختل عصبيا أو نفسيا أو ما شابه، يعني لا يصورون الأمور كما هي في حقيقتها. أما أننا في الطرف المقابل نرى العكس، يعني إذا قام أحد العرب أو المسلمين في أوروبا بالقيام بأي فعل خطأ أو كذا، ففورا يتم تسويق دعاية أن هذا مسلم وهذا وهناك تطرف إسلامي، وهذا يعني فورا وتأتي تهمة الإرهاب تكون جاهزة نعم فقط للمسلمين. نعم يحاولون الربط بين الإسلام جميل. والإرهاب دائما للأسف. في دقيقة أستاذ باسل، هل تعتقد أن ما يحدث اليوم، يعني بالتأكيد كان هناك إعلام منحاز أدى إلى تصاعد الإسلاموفوبيا، لكن تصاعد الأحداث ما حدث، العالم الآن بدأ يرى ما يحدث في غزة، يرى أن هناك ازدواجية، حتى الغرب، حتى هذه المظاهرات، يعني في أقل من دقيقة، هل تعتقد أن ممكن هذا الأمر أن يعدل هذه الصورة أو يخفف من الإسلاموفوبيا عند مجمل الشعوب بعيدا عن السياسيين؟ نعم، الحقيقة أن من ثمار ما قامت به عملية طوفان الأقصى هي كشفت وعرت مفاهيم الغرب الذي كان يدعي بأنه يعني يناصر حقوق الإنسان ويناصر القضايا العادلة في حقوق الإنسان. الآن يعني حصل انفصال قطع في الهاتف. أنا أشكر الأستاذ باسل جدا، لكن كما قال إذن يعني من ثمرات ومن بركات طوفان الأقصى أن العالم بدأ يصحو ويعني ينظر بصورة أوضح وأدق إلى فعل الإسلام ويبتعد عن الإسلاموفوبيا، ونتمنى ذلك. نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.